السيسي وغوتيريس يبحثان اليوم بالقاهرة الملفات الإقليمية والدولية. برعاية مصرية، سراج وحفتر يتفقان على 4 خطوات لحل الأزمة الليبية. كازاخستان تعلن تأجيل محادثات أستانا بشأن سوريا للغد بدلا من اليوم. أهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة 11 صباحا من أونلايف، وإلى التفاصيل. حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يتم بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية. وعقب انتهاء المحادثات في قصر الاتحادية، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع غوتيريس. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الوزراء السابقين في حكومته الذين طالهم التغيير الوزاري، ووجه لهم الشكر على جهودهم خلال فترة توليهم مهام منصبهم، حيث التقى إسماعيل كل من وزيري الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي ودكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعددا من الوزراء السابقين. في سياق متصل، أكد إسماعيل استمرار حكومته في برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط حركة الأسواق. وقال إسماعيل إن الحكومة تعمل على تراجع معدل التضخم وأن يصل سعر صرف الجنيه لقيمته الحقيقية، مشيرا إلى أنه جاري إعادة هيكلة وزارة الزراعة بمنظور استثماري بتعيين 3 نواب للوزير. أعلنت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا عن توافق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر حول عدد من الثوابت الوطنية و4 خطوات لحل الأزمة الليبية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي ثم رفعها لمجلس النواب الليبي، وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصى فبراير 2018، وأخيرا استمرار جميع شاغل المناصب الرئيسية في ليبيا لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدان مهام عملهما في 2018. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. بداية مرحبا بك دكتور محمد. السلام، مرحبتين، مرحبا بكم، صباح الخير. هل ترى أن ما تم التواصل إليه في الاجتماع هو كاف لحل الأزمة السياسية في ليبيا بالفعل؟ هو حقيقة لا شك أن المتتبع للشأن الليبي سيلحظ أن هناك تغير مهم جدا حدث نتيجة لبيان القاهرة الذي صدر يوم 13 ديسمبر. حقيقة يعني الكل يعلم جيدا أن الدور الحقيقي الذي يمكن أن تقوم به دولة في العالم لحل مشكلة ليبيا أو التدخل للتوفيق بين الأطراف المتصارعة في ليبيا هي مصر، نتيجة لعدة ظروف. كثير من الدول بما فيها هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أغلبها تدير الأزمة الليبية بما يحقق مصالحها، هي تدير الأزمة ولا تسعى لحل المشكلة. مصر وضعها مختلف جدا لأن هي تدافع عن أمنها القومي. العلاقات التي تربط ليبيا بمصر علاقات لا يمكن أن تجدها ما بين دولتين في العالم إطلاقا، ذلك الامتداد الاجتماعي والمصالح المشتركة، وكل منهما يؤثر في الآخر. فمصر تسعى لحل مشكلة لها، مشكلة للدولة المصرية. وكان الاختيار موفق، وإن كان يعني مصر تأخرت قليلا نتيجة لظروف داخلية في مصر عن التعاطي في الشأن الليبي، ولكن التدخل الأخير كان موفقا باختيار شخصية حقيقة أسعدني أنني عملت معه كعضو في لجنة 40 الذي صاغت البيان الذي غير مجرى التحرك الدبلوماسي
في العالم وأجبر العالم كله على أن يرضخ إلى ما توصلت إليه تلك هو الفريق محمود حجازي الذي كان معنا يوم 12 و13 48 ساعة لم يغادر القاعة. وكنا بالفعل يا دكتور محمد يعني دائما مصر تؤكد على استقلالية الشعوب وضرورة تقرير الشعوب بمصيرها وحدها، يعني هل تعتقد أن ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق سيتم تفعيله بالفعل؟ يعني مثلا قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وغيرها، هل سيتم تفعيل هذه البنود بالفعل؟ هذا ما أردت بالمقدمة أن أصل إليه. يعني العالم كان قبل اجتماع 12-13 ديسمبر كان يتجه اتجاه آخر، ولكن لأن القوى التي اجتمعت يوم 12-13 كانت قوة وطنية حقيقية استطاعت أن تصدر شيء يبني عليه العالم كله بناه. ولكن الآن ما حدث الذي صدر البارحة قد يكون فيه حل أساسي لمشكلة ليبيا. الذي أدعو إليه وبسرعة وأتوجه وستوجه إلى الفريق ركن محمود حجازي، لابد من تكوين حاضنة اجتماعية، لابد من وسائل ضغط داخلية في ليبيا ونحن نملكها. القوى الوطنية الملتفة والذي تعلم جيدا أنه لا يمكن الحل إلا من خلال الباب والبوابة المصرية لعدة اعتبارات، لابد وأن تعود تشكل مرة أخرى لجنة الأربعين حتى تتدارس الموقف أولا دون تأخير في خلال أسبوع. لابد وأن تجتمع اللجنة التي تريد أن تعيد ترتيب الأمور، لأننا لا يمكن أن ننتظر سنة. الظروف الذي يعيشها المواطن الليبي ترف الانتظار فقدناه، لم يعد لنا ذلك الترف. المواطن الليبي يعاني، فلابد من إجراءات خلال هذه السنة توافقية تتم ما بين الأطراف، مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، ونحن لم نتخلى، لم يتخلى أحد. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. نتمنى بالفعل أن ما تم التواصل إليه في الاجتماع يتم التواصل إليه يتم تفعيله بالفعل. أكدت وزارة الخارجية في كازاخستان أن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية والتي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة أستانا اليوم تأجلت يوما واحدا فقط لتنطلق غدا. وكانت وفود من الحكومة السورية وجماعات المعارضة قد وصلت إلى أستانا للمشاركة في المحادثات التي دعا إليها ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ووفد أردني للمشاركة في الاجتماعات التي تركز على تشكيل قوة لمراقبة وقف إطلاق النار. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال إنه لا بد من مشاركة كل الأطياف السياسية السورية إضافة إلى جماعات المعارضة المسلحة بالمباحثات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الدكتور أشرف الصباغ المتخصص في الشأن الروسي. بداية مرحبا بك دكتور أشرف. أهلا وسهلا. يعني كان من المقرر عقد محادثات أستانا في مرحلتها الثانية يوم 15 و16، فتأجلت يوم لتعقد في اليوم 16. ما هي الأسباب؟ والأسباب إلى الآن متناقضة. ففي الوقت الذي أكد فيه وزير خارجية كازاخستان أنه تم إرجاء موعد انطلاق المباحثات لعدم وصول وفد المعارضة السورية، قالت وزارة الدفاع الروسية أن لا إرجاء ولا تأجيل للمباحثات، وإنما في اليوم الأول سوف تلتقي الوفود بشكل ثنائي، ومن ثم سيشهد يوم الغد الخميس لقاءات، وقد تكون هناك لقاءات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين. ولكن كل هذا الكلام يتناقض أيضا مع تصريحات أخرى بأن المعارضة بالفعل محتجة على عدم تمكن روسيا من الضغط على نظام الأسد ووقف العمليات القتالية في العديد من المناطق. هذه التناقضات تكشف عن أمر آخر في غاية الأهمية، وهو أن المعارضة السورية سواء العسكرية أو السياسية غير راضية
عن مقررات مؤتمر أستانا الأول ولا حتى عن اجتماع الخبراء في 6 فبراير وهو يعتبر لقاء أستانا الثاني. أما لقاء أستانا الثالث فهو سيبدأ بالفعل ولكنه سيبدأ بمن سيحضر، ونجحت موسكو في جر الأردن إلى هذه المباحثات، بينما تحاول موسكو من جهة أخرى أن تؤكد أن الولايات المتحدة تشارك، ولكن واشنطن أعلنت عدم مشاركتها، وأن سفير واشنطن في كازاخستان سوف يكون مراقبا للأحداث دون أن يتدخل في أي شيء. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أشرف الصباغ، كنت معي من موسكو المتخصص في الشأن الروسي. ميدانيا في سوريا، قصفت طائرات حربية روسية مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة درعا جنوبي البلاد لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت مصادر ميدانية أن ما لا يقل عن 30 غارة روسية نفذت ما منع قوات المعارضة من تحقيق مزيد من التقدم على الأرض. يأتي ذلك فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام سيطرت على قرية في محيط بلدة تادف في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات مع مسلحي داعش. قالت ميجلة فارين بوليسي الأمريكية إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا استعان باليورانيوم المخصب على الرغم من تعهد التحالف بعدم الاستعانة بهذه الأسلحة السامة التي تسبب السرطان وتشوهات خلقية في المواليد. كما أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي استعان باليورانيوم المخصب في غارات استهدفت شاحنات تنقل الوقود في مناطق خاضعة لسيطرة داعش بسوريا نهاية عام 2015. تعد هذه أول مرة يؤكد فيها مسؤولون أمريكيون استخدام اليورانيوم منذ عام 2003 عندما غزت القوات الأمريكية العراق واستخدمت آنذاك اليورانيوم آلاف المرات. يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب ترامب، ما قد يشكل ملامح المرحلة القادمة في الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة. ووفقا لجدول الأعمال، يتطرق الاجتماع لعدد من القضايا الصعبة في المنطقة مثل الحرب في سوريا والملف النووي الإيراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك بناء إسرائيل وحدات استيطانية في الأراضي المحتلة، وما إذا كان حل الدولتين أمرا واردا. محليا، تستأنف محكمة جناية القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتورا اليوم محاكمة 156 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة. وتستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع في القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات لاشتراكهم في ارتكاب جرائم القتل العمد بحق مأمور المركز وعدد من الضباط والأفراد. أشادت منظمة الهجرة الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذكر بيان للمنظمة أن مشروع الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية قد ساهم في معالجة هذه الأزمة بطريقة شاملة، حيث وفر بدائل حقيقية وفرصا للعمل وأنشطة للتوعية بمخاطرها. وأكدت المنظمة أنها ستقدم الدعم الكامل للحكومة المصرية لتعزيز جهودها في هذا المجال. افتتح وزير القوى العاملة محمد صعفان ملتقى تشغيل الشباب بعنوان تحيا مصر بسواعد شبابها بمدينة حلوان. المزيد حول الملتقى في التقرير التالي. في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لحل مشكلة البطالة، جاء ملتقى تحيا مصر بسواعد شبابها موفرا حوالي 11,000 وظيفة للشباب. الملتقى النهاردة الحمد لله يعني ابتدينا في البداية ب 72 شركة وبيحققوا حوالي 6900 وظيفة. الرقم ارتفع النهاردة بقى 93 شركة و 11528 فرصة عمل. فإحنا النهاردة اللي بنتمناه إن شاء الله إن يبقى فيه الشباب اللي موجودين أكبر من عدد الفرص المتوفرة عشان نقدر نحقق نسبة عالية في التوظف. ملتقى جميل جدا، ملتقى هيبقى ليه ردود فعل عالية في أبناء حلوان، خاصة إن حلوان فيها نسبة بطالة عالية جدا، لأن حلوان دي أصلا كانت منطقة صناعية وجذبة للعمال وجذبة للمواطنين من جميع محافظات مصر. ف
فتولدت فيها في الفترة اللي فاتت نسبة بطالة عالية غير أي مدينة في القاهرة أو غير أي مدينة في أماكن أخرى لغلق العديد من المصانع. شهد الملتقى إقبالا كثيفا كما شمل وظائف بكافة المجالات والمؤهلات المختلفة. النهارده بفضل ربنا يعني شركات صناعات غذائية، شركات صناعات معدنية، شركات كابلات، في وظائف للصيادلة، في وظائف للمحاسبين، في وظائف للسواقين، يعني مختلف الوظائف. احنا بنتكلم في 11700 وظيفة حقيقية. ما عندكيش فكرة، مبسوطة جدا جدا خالص، مبسوطة. أقول لك إيه، أزغرت إن ابني اشتغل. خريج كمبيوتر ساينس دفعة 2014-2015 ولسه ما لقيتش أي وظيفة أشتغل بها في شهادتي. حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال تاريخ الحصول 12/7/2008 من كلية التجارة جامعة عين شمس. أنا بقالي أكتر من 6 سنين بدور على شغل، على وظيفة. أنا شغالة حاليا في شركة مقاولات، وجيت هنا المؤتمر عشان أشوف أدور على وظيفة، وقدمت في كذا مجال. 11000 وظيفة بكافة المجالات تم طرحها ضمن ملتقى وزارة القوى العاملة اليوم، والذي تم تنظيمه إيمانا بضرورة دعم الشباب وحل مشكلة البطالة. النشرة متواصلة مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم لجنة الاستخبارات في كوريا الجنوبية أن كام يونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، قد مات قاتلا في ماليزيا على يد سيدتين يعملان لدى أجهزة المخابرات في كوريا الشمالية، مرجحا أن يكون قد مات مسموما. ويعد الابن الأكبر للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم يونغ آل، حيث كان دائما ما يجهر بانتقادات لسيطرة عائلته على الحكم. والآن نتحول إلى الجولة الاقتصادية مع ولاء غانم. إليك ولاء. صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الاقتصادية السريعة، حيث استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على هبوط جماعي، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال النصف ساعة الأولى من التداول. وبالطبع لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل مينا بشرى، مراسل أون لايف من مقر البورصة المصرية. إذا يوم آخر من الهبوط الجماعي مينا. نعم ولاء، للجلسة الرابعة على التوالي تشهد مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لكافة المؤشرات، ولكن تحديدا بعد مرور ساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات بدأت المؤشرات في تقليص نسبي من خسائرها الصباحية. ربما خلال النصف الثاني من التعاملات تتحول المؤشرات مرة أخرى إلى الصعود، خاصة وأن الأسهم القيادية بدأت في التحول من التراجع إلى الهبوط مرة أخرى. عدد من الأسهم القيادية بدأت في التحول، ربما يكون زي ذلك عامل دافع للمؤشرات وتحديدا للمؤشر الرئيسي ليعود مرة أخرى إلى الصعود بعد 4 جلسات متتالية من التراجع الجماعي. المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 قلص جزءا من خسائرها الصباحية ليتراجع حتى هذه اللحظة بمقدار 65%، وليصل إلى مستوى 12422 نقطة. المؤشر السبعيني متراجع أيضا بمقدار 54%، وليصل إلى مستوى 507 نقاط نتيجة للاتجاه البيعي من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 متراجع أيضا بمقدار 47%، ليصل إلى مستوى 1210 نقاط. أخيرا بالنسبة لمستوى السيولة فقد وصلت حتى هذه اللحظة إلى ما يتجاوز 222 مليون جنيها، ومن خلال التعامل على ما يزيد عن 74 مليون سهما. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا مينا، ولقاؤنا في نشرة 12 إن شاء الله. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف تحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال. ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس برئاسته وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتخطيط والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية والمالية ومحافظ البنك المركزي ونائبه المختص بنظام الدفع ورئيس جهاز المخابرات العامة.
تراجع معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو طفيف ليصل إلى 12.4% مقابل 12.6% في الربع الثالث من العام نفسه. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاطلين بلغ 3,590,000 عاطل خلال 3 أشهر الأخيرة من العام الماضي. وأشار المركزي إلى أن عدد المشتغلين ارتفع بنسبة 1.2% بما يعادل نحو 299,000 فرصة عمل جديدة. قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل اليوم إن عددا من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال الصناعات الغذائية ستقوم بزيارة للقاهرة يومي 18 و19 من شهر مارس المقبل، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري في هذا المجال، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف أيضا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية. أشكركم لطيب المتابعة وعودة مرة أخرى إلى نوران. إليك نوران. شكرا لك ولا. والآن مشاهدينا ختاما لهذه النشرة، إليكم تذكرة بعناوينها. السيسي وغوتاريس يبحثان اليوم بالقاهرة الملفات الإقليمية والدولية. برعاية مصرية، سراج وحفتر يتفقان على 4 خطوات لحل الأزمة الليبية. كازاخستان تعلن تأجيل محادثات أستانا بشأن سوريا إلى الغد بدلا من اليوم. إلى مشاهدينا هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية لهذه الساعة، أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.